الكرفس طبعا اهم شيء انه بعد ما تفرموه بده ينقع بمي ساعة كاملة بالمي. ليش شف بعد اذنك؟ لانه شوف هسه الدنيا شتوية. بيكون في عندك كثير اتربة على الخضار. صح. لانه قريبة من الارض. فلذلك بدنا نغسلها منيح منيح ونغسلها مرة او مرتين حتى نتخلص من جميع الاتربة. اول شيء رحينا نضيف بهالطنجرة بصل ورايح اضيف شوية من سمنة نباتي من مازولا. هاي سمنة الفخامة كلها موجودة فيها. الفخامة كلها موجودة فيها. طبعا بعد ما ضفنا البصل رحين نضيف كمان الجزر لأن الشورب هاي بدي أهرسها بالآخر. فما في مشكلة. أوكي كله رح ينهرس. بالضبط. الآن عندي هون الكرفس طبعا أهم شيء إنه بعد ما تفرموه بده ينقع بمي ساعة كاملة بالمي. ليش شف بعد إذنك؟ لأنه شوف هسه الدنيا شتوية. بيكون في عندك كثير أتربة على الخضار. صح. لأنه قريبة من الأرض. فلذلك بدنا نغسلها منيح منيح ونغسلها مرة أو مرتين حتى نتخلص من جميع الأتربة. الآن الحشرات مش كثير موجودة بالخضروات لأنه الجو بارد. لكن الأتربة الآن موجودة. فهي عندي أنا مستخدم الساق مع الأوراق. رحين نضيف أوراق الكرفس ونبلش إيش نطبخ فيها مع بعض كلها وبعدين منضيف لها الملح والمي والأعشاب الإيطالية. حلو. بسم الله. بسم الله. لأنه سمعت بحكي لي كمان دقيقة بدنا نروح. بدنا نروح. بدنا نطلع. نطلع. وين نطلع؟ نطلع مشوار باي. أبو عبد الله بكير. عبد الله بكير هذا الموضوع على هذا الجانب. شايفين؟ عطول راعي الأعشاب الإيطالي. فلفل أسود أيوة أو أبيض وشوية ملح. يا سلام. وبنقلبهم بنتكتكهم. بعد ما الشوربة حوالي 45 دقيقة بطحنها هاي الشوربة. طبعا هون فيكوا تاكلوها هيك خلص بدناش اشي عليها. أوكي. للناس اللي بحبوش الكريمة. أوكي. لكن أنا لازم أضيف عليها شوية كريمة. بدي 5 أكواب كرفس مفروم الساق مع الأوراق. بدنا 3 أكواب من الجزر. بصلة مفرومة. 5 أكواب من مرق الدجاج. وبدنا أعشاب إيطالية. 1/2 كوب كريمة ملح وفلفل.